ورجعنا تاني في اللي داير وبنتكلم عن ترند من اهم الترندات اللي اهتم بيها العالم او ناس كتير حوالين العالم الاسبوع اللي فات. اللي حصل ايه بقى؟ خليني احكي لكم كده الموضوع بالراحه واحده واحده. كلنا عندنا مشكله او خوف من حاجه. في ناس مثلا بتخاف من الاماكن المرتفعه، في ناس بتخاف من كذا كده. اوقات الموضوع بيزيد وبيبقى مشكلة كبيرة اسمه رهاب، ورهاب ده نوع من أنواع الأمراض اللي لازم نكون فاهمين كويس جدا إن اللي قدامنا ما بيبقاش بيتدلع. طيب أنا ليه بقول لكم بقى كل الكلام ده؟ أنا بفرش الفرشة دي علشان أحكي لكم قصة الترند اللي معانا النهاردة عشان تبقوا عارفينها لو أنتم مش عارفينها، عشان أنا محتاجة جدا أعرف رأيكم فيها إيه. اللي حصل إن في بريطانيا في لندن في مدرسة طفل عنده 12 سنة اسمه فاروق جيمس. فاروق اتنقل للمدرسة دي من سبتمبر اللي فات، يعني بقاله سنة تقريبا فيها. فاروق طفل عنده 12 سنة زي ما قلت لكم، وعنده رهاب من قص الشعر. والرهاب بيبقى حاجات غريبة بالنسبة لنا، اوقات بنبقى مش متخيلين انه في حد بيخاف من حاجة زي كده، حاجة عادية قوي. في حاجات زي كده، يعني في حاجة اسمها رهاب البطة بالمناسبة، يعني ناس بتخاف من البطة، ده بجد، من شكل لعبة البطة أو من بطة حقيقية بالمناسبة. فالرهاب ده أنواع كتير قوي وحاجات كتير قوي. خليني ما طولش عليكم وأقول لكم أنه لما تنقل المدرسة دي، الرولز بتاعت المدرسة بتقول أنه الأطفال تقص شعرها أو الطلاب يقصوا شعرهم لغاية فوق الياقة كده، ما ينفعش يبقى شعرك طويل. طبعا هو ما قصش شعره خالص من ساعة ما اتولد، فشعره كبير جدا. شعره ده كان سبب في اشتهاره جدا على السوشيال ميديا، وان هو بقى عنده على انستجرام بس 250 ألف متابع، وطبعا على تيك توك عنده رقم كبير، وفيسبوك عنده رقم كبير وكده. فبدأ يضغطوا عليه في المدرسة جامد جدا انه لازم تقص شعرك وكذا كذا. فأهله بعتوا تقرير طبي من الدكتور بتاعه بيقول انه لا يا جماعة، هو عنده رهاب من قص الشعر، وانه ده مش هينفع، وانه اكبر حاجة نقدر نعملها هو تهذيب بس الشعر علشان ما يبقاش يعني شكله وحش، لكن ما نقدرش نقص الشعر، ده يعرضه لأزمة كبيرة. الفكرة ان المدرسة تجاهلت التقرير الطبي ده، ودلوقتي حاطين العقدة في المنشار زي ما بيقولوا، وبيقولوا له للقص الشعر للرفض. والدنيا مقلوبة بقى في بريطانيا وحوالين العالم، ناس كتير جدا من رواد السوشيال ميديا عمالين يتكلموا في الموضوع ده بفكرة انه لو حد عنده رهاب من شيء ده مرض، وفي تقرير طبي بيقول كده، ليه المدرسة تجبره على حاجة زي كده؟ أو لو كمان الموضوع تصعد إنه لو حاجة ليها علاقة بشغل أو حاجة ليها علاقة بقوانين معينة مثلا في مكان عمل أو مدرسة أو ماشي، يعني مثلا في أماكن لازم الزي الرسمي، فلو حد مثلا يعني، بس فيش حاجة اسمها كده، بس لو حد عنده رهاب من الزي الرسمي مثلا يروحش المكان ده. عارفين هو الفكرة كده، إن الناس بدأت تتكلم في القصة دي. فأنا عايز أعرف رأيكم دلوقتي، هو يعمل إيه؟ يقص شعره وهو شخص عنده رهاب من الموضوع، يعني خوف ممكن يجيله بانيك اتاك، ممكن يحصل مضاعفات، ولا يتصرف ازاي، ولا يسيب المدرسة، ولا يعمل ايه؟ انا مستنية ارائكم على اللي بيتابعونا على سوشيال ميديا يسيبوا رأيهم في الكومنتات، واللي بيسمعونا دلوقتي على الهوا يبعتولي حالا على 105.3 او الفان بيج بتاعتنا نغم اف ام بالعربي وبالانجليش، لان الترند ده بصراحة حاجة يعني محتاجين نعرف لو اي حد فينا معرض للموقف ده يتصرف ازاي. بجد نتصرف ازاي لو حد عنده رهاب من شيء ما، وفي رولز من مدرسته او شغله او حاجة انه لازم يعمل كده.